اول تهديد على مرمى ايتزجاش. مباشرة بعد ذلك تواصلت حملات خط هجوم نصر حسين داي وركن يمين إديرام، تجد رأس بوديب يسكنها شباك ايتزجاش مسجلا الهدف الأول. كان ذلك في الدقيقة 6 من اللقاء. مباشرة بعد ذلك وبعد مرور 6 دقائق عن هذا الهدف، مع شو يمرر لي عليش الذي ينفرد بالكرة، لكن يعرقل من طرف حدو المدافع الأيسر. الحكم السيد عزم مباشرة يشير إلى نقطة ضربة الجزاء، ينفذها إديرام مسجلا الهدف الثاني. هدفان لصفر لنصر حسين داي بعد مرور 13 دقيقة من الشوط الأول. هزيمة لم تنقص من عزيمة خط هجوم مولودية وهران لتعديل النتيجة، وكان له ما أراد بعد هذه المخالفة على تصفاوت ينفذها بكل ذكاء زروقي، ويباغت الحارس حبي مقلصا الفرق هدفا لهدفين. ولم تمر 6 دقائق على هذا الهدف، بعد هذه السلسلة من المغروغات من بوكساسا الكرة تلمس يد بوطاجين، الحكم يعلن ضربة جزاء ينفذها تصفاوت معدلا النتيجة هدفان لهدفين. مباشرة بعد بداية الشوط الثاني مخالفة ترتكب على عليش يقوم بتنفيذها إديرام، والكرة باغت ايتزجاش. هدف الفوز لنصر حسين داي يتحمل مسؤوليته كل من زروقي وايتزجاش. 3-2 لنصر حسين داي بعد الدقيقة 10 من الشوط الثاني. مولودية وهران بقيادة مزيان زروقي وبوكساسا، حيث عانى كثير دفاع نصر حسين داي والحارس حبي، وفي الأخير هذه إحدى العروض الشيقة التي قدمها تصفوت وصفق لها كثيرا جمهور 20 أوت.